نعم ألو Hey, just get the email. Not enough stuff, okay. لازم تبيع في الكولر
Thank you.
Geçiyor. Thank you.
فهذا 1 جرام اوف صوديوم مش بتحتاج صوديوم حتى يذوبها، على اساس احنا نحسب الصوديوم. اذا طبعا قلنا الصوديوم حسبناها بشكل مطلوب، عندنا انديكيشن على كواليتي اوف دراج. يعني شلون تدينا انديكيشن؟ احنا في اس بي موجود الصوديوم مال اغلب المواد واغلب البلاستيكال سبستانسز، ماشي؟ الصولبولتي مالتها اللي موجودة مثلا بالمراجع انه هو مثلا 2 جرام زين بالمتر، 2 جرام بالمتر. وبعدين احنا جابوه هذا الجرام الحين نشتغل عليه. فاول شيء شو راح نسوي؟ ندرس الخواص مالته نشوف الصولبولتي مالته صدقية هي شي ولا لا. فاذا طلعت الصولبولتي مالته صحيحة هي 2 جرام بالمتر مثل ما موجودة بالرفرنسز، لكن إذا طلعت السوليبوليتي أقل أو أكثر، إذا معناتها الإدراك مالتنا للبيوريتي مالتها مو صحيحة، في شوارع حل أثرت على السوليبوليتي مالتها. إذا السوليبوليتي تعطينا إنديكيشن أو بيوريتي أو في إدراك. Thank you.
المحاضرة الثانية. راح يتأثر، راح يتأثر.